أخرى سيداتي وسادتي، نرحب بحضراتكم في الفصل الأخير في هذه المعركة الكروية الممتعة بين ريال مدريد وأتلتيكو. ذهبنا معكم إلى ركلات الترجيح التي ستحسم الأمور في هذه المباراة. ركلات الترجيح للمرة الأولى في تاريخ كأس السوبر الإسبانية تحسم بركلات الترجيح. هذا النهائي هنا في هذه الليلة وفي الجوهرة المشعة. الركلة الأولى ستكون لريال مدريد، وبالتأكيد خلفها داني كارفاخال من أجل تنفيذ أول ركلة للميرينكي. ريال مدريد الضربة الأولى، ريال مدريد أمام حارس عملاق بالنسبة لداني، أمام أوبلاك داني كارفاخال وأوبلاك. الركلة الترجيحية الأولى داني وأوبلاك، داني حطها في المرمى، ضربة ترجيحية وركلة ناجحة لريال مدريد من كارفاخال. لا يكذب عليكم ويقولون هو ظهير أيمن، هو أكثر من مجرد ظهير أيمن، هو نجما فوق العادة وجناح لا مثيل له هذا الكارفاخال. سجل بعد مباراة رائعة يا أوبلاك، يريد أن يحسمها أوبلاك من علامة الجزاء من ركلات الترجيح، أن يكون هو البطل فيها. الركلة الأولى لأتلتيكو ساول سبق وأن سجل في مرمى ريال مدريد. ساول أمام كورت، واللي كان متألق هو الآخر في صد أكثر من فرصة خطيرة لمصلحة أتلتيكو. ساول كورتوا وانتظار ساول وكورتوا ساول وفي القائم. يا الله القائم يمنع ساول، الكرة تذهب في صف ريال مدريد، الركلة تضيع على أتلتيكو ليتقدم الميرينكي. ركلة مقابل لا شيء بعد أن أضعتها يا ساول، ذهب كورتوا في زاوية، الكرة ذهبت في الزاوية الأخرى، لكن القائم كان لريال مدريد، القائم أبيض كان ميرينكي في اللقطة الماضية. الركلة الثانية لريال رودريجو صاحب الإمكانيات الكبيرة ولكنه قليل الخبرة أمام حارس عملاق بإمكانيات أوبلاك. رودريجو حطها بروعة هذا رودريجو. أي قلة خبرة هذه يا رودريجو، هي جميلة كتلك الفتاة الجميلة في اللقطة الماضية يا رودريجو. رودري سجل لمصلحة الميرينكي ليضيف ركلة ثانية ناجحة لريال مدريد، ناجحة لريال مدريد. وبعد ذلك ستكون الأمور عند توماس، واحد من رجال هذه المعركة الأوفياء لدييغو سيميوني، المتألقين بقميص والشعار روخي بلانكوس على تنفيذ هذه الركلة. هي طعنة أخرى يا دييغو، غير متأكدين. توماس وكورتوا، توماس يلعب، ضاعت كورتوا العملاق، كورتوا البطل، كورتوا المتألق أضع الركلة. شوف يا إلهي يا سيميوني، لسه ضاعت الركلة يشحذ همم لاعبي، لم نمت بعد، نحن موجودين من أجل روخي بلانكوس. لكن برافو يا كورتوا، روعة كانت في اللقطة الماضية. مهلا يا سادة، هناك من يركل الكرة بقدمه وهناك من يعزفها، فلوكا مودريتش ليس كالبقية، الكرة عندما تخرج من قدم مودريتش هي بمثابة نغم، الشمعة التي تنير الطريق لدرب ريال مدريد، هل تؤكد الانتصار واللقب؟ مودريتش في المرمى، مودريتش يقرب مدريد أكثر. لوكا واحد في هذا العالم، لوكا ممتع في هذا الملعب، في هذا العالم. اشتقت لك يا مودريتش، اشتقت لك يا لوكا. الركلة الرائعة من جانب مودريتش والكرة في شباك أتلتيكو لتصبح 3 مدريد لا شيء أتلتيكو. هذا يعني أنه صد هذه الركلة يا كورتوا ستعني نهاية كل شيء يا أتلتيكو، وستعني بالتأكيد فوز ريال مدريد بكأس السوبر الأوروبية إذا تمكن الحارس العملاق من صد كرة تريبير. إنقاذ أتلتيكو يا تريبير، تريبير يبقي أتلتيكو في الملعب، يبقيهم ويحيي أمالهم، والمدرب يحفزهم والروح القتالية. لكن ماذا بقي مع هذه الركلة؟ إذا سجلها مدريد انتهى كل شيء.
مدريد، إذا سجلها مدريد مين ينفذها؟ رونالدو، رونالدو خلاص باي باي. هذه كراتك يا كريستيانو، وين رونالدو؟ كريستيانو هل تسمعني؟ هلو كريستيانو هل تسمعني؟ لم يعد يجيب كريستيانو. أنا هنا من أجل ريال مدريد، أنا راموس وأنا قائد المرينجي. أمامك يا أوبلاك لإنقاذ أتلتيكو يا أوبلاك. راموس مرينجي جميل، مرينجي جميل، الكابيتانو القائد بطل السوبر الإسبانية في جدة راموس. خلص سيرخيو، انهى ريال مدريد في أرضية الملعب يفوز على أتلتيكو في التاريخ.